التزمنا فأوفينا. لما أقول التزمنا مش رئيس وحده، الدولة الجزائرية بكل مكوناتها. البعض كان يعتبر أن الالتزام ببناء سكة حديدية تربط خنشلة بباقي الشبكة الوطنية مجرد وعود انتخابية ووعود شعبوية، ولكن اليوم الواقع جسدوه العمال والإطارات تاع لانسريف، هم مشكورين جدا، وكل من شارك من قريب ومن بعيد. أولا على ربح الوقت، لأن هذه هي الجزائر المنتصرة، المشروع أنجز وربحنا فيه تقريبا 6 شهور في الإنجاز.